أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة بداية الأسبوع من صباح العربية. أهلا بك عادل من جديد. الله يسلمك. الحمد لله السلام. وطابت أوقاتكم، لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم، واستمتعوا دائما مع صباح العربية. رمضان كريم، مبارك عليكم الشهر. طمنا على أهل مصر. كلهم طيبين إن شاء الله. هل الفتح التدريجي في إيطاليا يعني أنها انتصرت على كورونا؟ نستطلع الأوضاع من طبيب عربي هناك. بعد أن تحول عدد الإعجابات هوسا لدى البعض، إنستغرام يطرح تجربة إخفاء العدد عن المتابعين. موضوع فيصل السيف في دبل كليك. أصحاب الهمم يتركون بصماتهم الفنية في كل مكان في جدة، ويشاركون في تلوين ممشى كورنيشيا مع بقية أبنائه. الفلسطينيون يحتفلون بانطلاق موسم قطف البطيخ أشهر ثمار الصيف وملطفة حر. وضمن مواضيع الصباح أيضا في حلقة اليوم، كيف يؤثر الصيام على بعض أمراض العيون؟ نصائح في حلقتنا اليوم مع مختص. القطايف وللقيمات نجمات الموائد الرمضانية، والمسبب الأول في المئات من السعرات الحرارية. نتعرف على خصائصها في فقرة التغذية. مائدة أنيقة ومشهية، أفكار في حلقة اليوم لإتيكيت عزومات رمضان وإن كانت قليلة هذا العام بسبب كورونا. راسلونا على هاشتاغ البرنامج صباح اندرسكور العربية، وكذلك على تويتر فيسبوك انستغرام @صباح العربية. ما هو شعورك في حال لم تجد تغريداتك أي تفاعل؟ عادي جدا، إيه المشكلة؟ امتدادا لمساهماتهم المستمرة في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، شارك العديد من أصحاب الهمم في مبادرة تلوين كورنيش جدة. الزميلة سهى الوعل معها كل التفاصيل، حيث زارت الكورنيش وأعدت لنا هذا التقرير. نتابع. شارك ذو الهمم في تلوين ممشى الكورنيش في مبادرة أطلقتها غرفة جدة، وذلك حرصا على وجود لمستهم الفنية على النتيجة النهائية التي سيخرج بها الممشى، كونه من أهم الوجهات حاليا على كورنيش جدة. اليوم كان عندنا عدد من ذوي الإعاقة، حبينا أنه يعبروا عن مشاعرهم بالتلوين في الكورنيش، وهذا أقل واجب يعني نقدمه لهم كمساهمة مجتمعية لينخرطوا في المجتمع ويعبروا عن مشاعرهم. الحمد لله المبادرة أخذت طباعة مرة جيدة زي ما انتم شايفين، والألوان بيشاركوا فيها الآن معانا 4000 متطوع ومتطوعة، فالحقيقة يعني نحن كل يوم نتشرف، وزيدنا الشرف أنه نحن بنلون في أرض بلدنا الحبيبة وفي مدينة الحبيبة جدة. الكثير من الألوان والحياة انعكست على الممشى الملوني، والذي شارك في إنجازه مئات الفنانين بمشاركة ذوي الهمم أيضا. الواجهة البحرية في جدة تستقطب يعني على مدار العام،
زوار المدينة، ويعني هي مقصد يعني سياحي على مستوى عالمي. لكن الحقيقة تم إضافة هذه المبادرة هذه بمشاركة ومساهمة من عدد من أضاهي التدريس في جامعة الملك عبد العزيز، وعلى رأسهم الدكتور عادل الزهراني. هو الحقيقة كان صاحب الفكرة في البداية، وهي تطبيق لرسالة الدكتوراه كانت في البليس ميكينج، في تأهيل المكان وصناعة المكان وصناعة البهجة في المكان، أيضا هو مفهوم عالمي جديد في أنسنة المدن. يحرص ذوي الهمم على المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها في جدة، ولن يكون الممشى الملون آخرها بالطبع. سهى الوعل، العربية، جدة. طب الآن إلى ردودكم على سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم: ما شعورك في حال لم تجد تغريداتك أي تفاعل؟ ما هو شعورك عادي بما أنك تحب العربية تغريداتك على تويتر؟ حساباتنا اهرب، كمل حساباتك عشان الناس تستفيد. يلا آت صباح العربية انستغرام فيسبوك. خلص، مش هتقرأ الأوتوكيو كله. لا بالعكس، يعني بعض التغريدات قلها وامضي، وبعض التغريدات لا، بيودي أن يتفاعل مع الناس يكون كذا. تنزعج؟ هذاك الانزعاج، ولكن ما الذي لم أفعله لكي تكون هذه التغريدة كاملة؟ حلو. أحب الكمال، ذنبي مو ذنبي. طيب، كمال لله يا عارف. ماذا يقول؟ حذفها، يرجع يحذفها. صباح الخير، بصراحة كلش أنزعج وأنطر وأتأخر على دوامي، لكن الآن تظهر التغريد. يلا يا مصطفى روح الدوام، لا يسجنون عليك خصم. أمر طبيعي جدا بالنسبة لي، ولكن أنبسط جدا عند وجود رد لتعليق لي على تغريدة ما. يعني إنه يعرفوك. طيب حلو، صباحك سعادة. أيضا السؤال على الجرح، بعض الأحيان أحذفها. في ناس بتتضايق فعلا. شوف التغريدة الجاية، رزقي على الله. يلا يا أستاذ، شعور عادي، أهم شيء تمت قراءتها أو مشاهدتها. أعطي نفسي لايك. هذا اللي ما يحك بغيرك إلا بغيرك. بالضبط، هو يساعد نفسه. شعور من لم يجد أحد في المجلس يسولف معه. يسولف، أوكي. لدي شعور دائم وأكيد بأن هناك دائماً من يتابعك بصمت وخفي أكثر ممن يتفاعل هنا بالمباشر، طبيعة البشر. طب هذا من لبنان أيضا. صباح الخير لكادر البرنامج. لا شيء، لأن لابد أن أكون واثق بأفكاري وكتاباتي سواء تفاعلوا الآخرين أو لا، وأعيد النظر بكتاباتي. تحياتنا يا غصة. بصراحة أزعل وأشعر ببعض الإحباط، وخاصة أن مشاركاتي وأنا متابع دائم للبرنامج الجميل والمفيد صباح العربية. إحنا نتكلم بشكل عام أخوي عبد الرحمن، وليس فقط عن صباح العربية. خلاص يسولف مو يسولف، ما خلاص راحت. يلا بحكي عشان لن أخذ البرنامج كله. بالأول كنت أستغرب وأحزن شوي، بس بعدين عادي تعودت، والمهم إنها عجبتني، كنت مرتاحة يا عادل. الله يسامحك. كونك تصحى من النوم لترى تفاعل الآخرين بتغريدة لك وتجد لا شيء، أكيد إحباط وشعور بالغضب، وتحس في نفسك بأنهم جهلة لا يفهمون ما كتبت. أهلا بكم من جديد. تعمل المصممة السورية رشا كريمة على تصميم وحياكة سجادات صلاة وأغلفة مصاحف، وكذلك بعض المسابيح التي تعد خيارا مناسبا لهدية خلال الشهر الفضيل. تركز في تصميماتها ليس فقط على القطع، بل أيضا على طريقة تقديمها وتغليفها. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو المصممة السورية رشا كريمة. أهلا بك معنا رشا. صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح الخير يا رشا. وأفضل هدية ممكن نهديها لشخص في رمضان من هذه المجموعة، ماذا ترشحي؟ صباح الخير وينعاد عليكم كل خير يا رب. بكل سعادة وخير. الله يسلمك. هلا شهر رمضان هو شهر المحبة والسلام والهدايا، يعني فينا نترجم تحبه. صحيح،
فينا نترجم هذا الشهر بهدايا رمضان. في عندنا هون تشكيلة للهدايا من سجادات صلاة، مصاحف، مسابح. يعني البوكس ده في ايه؟ ممكن لو تقربي مني رشا هنا تقولي لي ايه هو البوكس الموجود هنا؟ تمام. هلا انا مو بس بنهتم نحن عندنا بالملابس الصلاه والسجاد، هي بنهتم بطريقه التغليف كمان. يعني الهديه لما بتكون مغلفه بطريقه حلوه كثير بتجذب. طيب المهم بقى نبص للي جوه، طيب يعني الداخل نشوف كده وناخد فكره. ثياب الصلاه هون عندنا نقدر نشوفها. تمام. عندنا كذا نوع، مثلا هي قطعة واحدة. حلو، إذا بقدر أمسكها. تمام. هي من الحرير هي. نحن بنحاول بشغلنا إنه يكون ندور على قطع مريحة وعملية وبنفس الوقت حلوة. أوكي. مثلا هاي القطعة حرير ما بيشف، ألوان هادية مريحة للعين. حلو. بنفس الوقت كتير فخمة، يعني بنحاول نضيف عليها شوية تفاصيل حلوة مع الشالة كمان. طيب. هون نفس الشيء. حلو. في عنا لبس الصلاة. تمام. في قطعة تانية. في ألوان تانية طبعا. في قطعة تانية هون مثلا هي قطن حرير. يعني كمان رخفة كتير وفيها ديزاين حلو. الدرع. أوكي. تمام. ونفس الشيء الشالة كمان عليها ديزاين بسيط، يعني الشيء يكون حلو بسيط بنفس الوقت. والألوان كمان. طيب. ألوان هادية حلوة تكون. اوكي. كمان هذا نفس الديزاين الحرير بس غير لون مثلا. اختلاف الالوان. تمام. طيب هلا بنحاول نحن يعني نعم بتصميماتنا نحاول يعني نلبق الدانتيل مثلا على الالوان تكون مناسبه. مثلا هون استخدمنا لون بيج مع البيج، اوف وايت مع البينك كذا. طيب ايضا انت قاعد يعني تحطين ايضا المصاحف في تمام على الاطار. خليش مكانك، ما خالف، انا راح احملها، لكن اشرحي لي عليه. هذا البوكس خشب، فينا نعمله بديزاين حسب الكاستمرز شو بدهم. ممكن الوجه الاخر مثلا فينا نحط الاسم على الوجه الاخر. تقصدين الظهر. تمام. فينا نحط يعني نحفر الاسم على هذا الكفر على الخشب. على الخشب بالليزر نحن بنعمله كمان. اي تمام. وفينا يختاروا اي شيء بيحطوه فيه، ممكن يكون اكبر ونحط فيه مثلا توب الصلاه او اكبر. يعني من الممكن انه أي الاحجام والاشكال نحن بنتحكم فيها. طيب هنا نشوف المصاحف كمان بشكل اخر. هلا هدول المصاحف. تمام. هدول مثلا هذا المصحف الكفر تبعه انه يعني مصحف ملبس تلبيس. حسب لون السجادة وحسب مع اختلاف الألوان كمان. هاي كل الست. تمام. هون مثلا هاد كفر متحرك، يعني حسب ما بيطلبوا هن. مثلا بوحدة بتكون عندها مصحفة بس بدها تضيف عليه الكفر. حلو. خلينا نشوف عشان الكاميرا تقدر تقرب منه. اوكي. في دانتيل هنا. تمام. حسب الدانتيل مثلا هاي هاد بيجي مع هذا الطقم. مع بعض. تمام. كهدية. تمام. حلو. مع سجادة كمان نفس الشيء. مثلا هذا الطقم بيج قطن 100%. هذا موديل ثاني انه قطعتين بيكون غطا راس وزي تنورة. سجادة. هنا. ايوه. هذه ايضا تختلف بي 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 بي. صحيح. جيد. هي بتختلف بالدانتيل المضاف عليها كده عشان يقدروا يشوفوا الدانتيل. قول لنا عبارة عن ايه هي؟ هي عبارة عن سجادة صلاة من المخمل الحرير الناعم، بنختارها بتكون مريحة بالسجود، ما تعور المفاصل، ما تعور الايدين، الجبين مثلا، تكون كثير مريحة وهيك. بنفس الشيء ثياب الصلاة. المسابح بقى ما تكلمناش عليها على السريع. ايه الالوان الموجودة؟ هلا المسابح هي التشكيلة اللي عندنا هلا موجودة هون بالاستوديو حاليا هي نسائية، يعني موجود عندنا تشكيل رجال. ده المطلوب. ده الرجل دائما مظلوم. لا مو مظلوم، في عندنا هون مثلا سجادة دي للرجال فقط. تمام. صحيح. في ناس بيطلبوا انه تكون هي بس هي اغلب للرجال بتكون. حلو. مع اللفة المختلفة هي. طب قول لنا على اللفة السريع. لفات حسب شو هن، يعني الحجم تختلف اللفة. مثلا هي هذا البوكس بيساع مثلا ثياب صلاة مع سجادة مع مصحف. السجادة بتاخذ مساحة اكبر، مثلا في منهم بيطلبوا ست كامل بهذا. شكرا يا رشا على وجودك معنا. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لرشا كريمة. شكرا.
بعد الإغلاق الجزئي في بعض المناطق في إيطاليا بسبب ارتفاع حالات كورونا. تخطط الحكومة هذا الشهر للفتح التدريجي في المناطق ذات مستوى إصابات منخفض بعد التقدم في حملة التطعيم. وينضم إلينا من إيطاليا من مستشفى كودينيو الطبيب المبتعث ناصر العبد العالي. بونجورنو. صباح الخير. بونجورنو. صباح الخير لكم جميعا. شكرا على استضافة. صباح الخير لجميع مشاهدين قناة العربية. حياك الله دكتور. خلنا نتكلم بالبداية أنه اليوم الفتح التدريجي، هل بانتهاء الأعياد موسم الأعياد في إيطاليا وبالتالي أنه في عدد انخفض بالفعل من الإصابات، ليس هناك أعداد متزايدة كما في الفترة الأولى، أم أن حملة التطعيم بالفعل أتت ثمارها؟ والله هي كل الثنتين الصراحة، لأنه بغض النظر أنه الأرقام فعلا في انخفاض، أعداد الإصابات في انخفاض مقارنة بالأيام السابقة، وأعداد التطعيم أو أعداد الجرعات المعطاة للناس خصوصا ما هم الناس اللي تعدوا 80 سنة زادت بشكل كبير. يعني حتى الآن أعداد الجرعات التي تم إعطاؤها للناس قرابة 15 مليون جرعة. حنا في المستشفى بدينا نلاحظ الصراحة أن اللود يعني والحمل بدأ الحمد لله يقل، أعداد الناس المنومين بدأ يقل، الضغط من الطوارئ تحت في المستشفى بدأ يقل، مو بزي الأيام السابقة. فكل هذه صراحة مؤشرات إيجابية. أمس قرر يعني رئيس الوزراء طلع في مؤتمر مع وزير الصحة وقالوا إنه راح ناخذ هذا الريسك بالفتح، يعني هم راحوا ياخذون الخطر بتقديم الفتح، لأنه كان المقرر إنهم يفتحون فتح جزئي في بداية شهر مايو، لكن اللي صار إنه قدموا 4 أيام بناء هم على كلامهم إنه بناء على الإحصاءات والأرقام. في كثير من علماء الفيروسات في إيطاليا يشككون بهذا الكلام، لأنه يقولون أنه بالنسبة لعلماء الفيروسات أنه جدا مبكر الفتح، ولازلنا نحن في مرحلة الخطر، وأنه قرار الفتح قرار سياسي واقتصادي بالدرجة الأولى. لكن هناك بعض المخاطرة فيما يخص الوضع الصحي دكتور. ماذا يعني الفتح الجزئي، هل سيتضمن كل المناطق أم سيكون هناك مناطق أقل إصابات فيها سيتم الفتح الجزئي فيها وتختلف عن المناطق الأكثر خطورة؟ هو على حسب كل مقاطعة. يعني الحكومة المركزية في روما تعطي صلاحيات كبيرة لكل مقاطعة. في بعض المقاطعات خصوصا الجزر اللي قل فيها بشكل كبير انتشار الفيروس في الأيام السابقة انتقلوا إلى اللون ما يسمى بنظام الألوان، اللون الأبيض. اللون الأبيض معناته كل شيء مفتوح، المدارس والجامعات مفتوحة، المحلات مفتوحة، ما عدا اللهم أن الناس يجب عليهم التباعد الاجتماعي ووضع الماسك. حنا في منطقة اللومباردية ومقاطعة اللومباردية اللي هي عاصمتها ميلانو، الشهر ونص الماضيين كانت كلها لون الأحمر، يعني حظر تجوال تام، المحلات كلها مغلقة، المدارس مغلقة، الطرق ممنوع السفر، ممنوع التجوال. كانت أيام صراحة صعبة جدا. بعد إن شاء الله 10 أيام راح يفتحون فتح تدريجي. أي لون راح تصيرون؟ نبي نصير برتقاليين. برتقاليين. راح تتغير. طيب يعني هذا التأرجح دكتور ما بين الأحمر والبرتقالي والأصفر في بعض المناطق ترجع يعني ساعات أنه يعني قبل بشهر فبراير روما اللي هي العاصمة كانت أصفر وارتفعت إلى البرتقالي، بالتالي اليوم احنا لما نتكلم أنه إيطاليا هل فيها مناطق ومناطق بأنه عادة بالبدايات كان الجنوب آمنا والشمال هو اللي مصاب أكثر، جت فترة انعكست الأوضاع، الآن الخارطة الإيطالية وين الإصابات وين الانخفاض؟ حاليا في الجنوب بدأ ينتشر بشدة، يعني حتى أمس جاء عرض للأطباء عندنا في الجناح أننا نروح نشتغل للجنوب، نفتح
جناح كوفيد في مستشفيات بالجنوب. طبعا هذا شيء صعب علينا لكنه يعطينا انطباع انه الموجة متجهة الى الجنوب الايطالي وليست كما في السابق. مثلا الجزر الايطالية يعني صراحة انه شيء مثير للاهتمام. مثلا جزيرة سردينيا في احلك الظروف كانت دائما بيضاء، كانت لونها ابيض لانه قليل الناس اللي قليلا تختلط مع هذا. اعتقد في شهر 8 كانت تقريبا وما قبل دكتور، صحيح؟ لا حتى الشهر الماضي، الشهر الماضي كانت لون لون ابيض. دكتوريسا يقولون بالايطالي اعتقد، ولا غلط؟ لا دكتوريسا للدكتوره. ها للدكتوره، الدكتور شو يقولوا له عشان اعرف بس؟ دكتوره. دكتوري اوكي. دكتور ناصر العبد العالي شكرا جزيلا لك، يعطيك الف عافيه، ونشوفك ان شاء الله باللون الابيض دائما يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا، الله يبشرك بالخير. حياكم الله. يؤثر الصيام على الوظائف الحيويه لاعضاء الجسم كافه ومنها العيون، و من أمراض العيون الأكثر شيوعاً التي تتأثر بالصوم ضغط العين وجفاف العين، فكيف يمكن التعامل مع الموضوع؟ للمزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور علي فضل الله اختصاصي طب العيون، أهلا بك معنا صباح الخير دكتور. ويعني نتحدث عن أمراض أكثر شيوعاً تؤثر على الصائم، كيف تؤثر سلباً وما هي هذه الأمراض؟ صباح الخير عادل ومروة، ورمضان كريم إن شاء الله. بالنسبة شكرا. بالنسبة للصيام، نعرف نحن أنه خلال شهر رمضان فترة الصيام تتراوح بين 10 أو 11 ساعة، وهذا يؤثر على كمية السوائل داخل الجسم، جسم الإنسان. والسوائل شيء أساسي داخل العين، 70 إلى 80% من العين تتكون من سوائل، وهذا بيأثر على ثلاث أمور أساسية اللي هي ضغط العين، جفاف دمعة العين، وشبكية العين. طب هذا تأثير وقتي دكتور؟ طبعا هو تأثير وقتي، بس في بعض الأمور ممكن ينتج عنها عوارض. يعني إذا مثلا نبدأ بجفاف الدمعة، كمية السوائل راح تخف خلال طبعا فترة الصيام، صحيح. وهذا بيؤدي إلى أنه دمعة العين تخف فيها نسبة السوائل والبروتينات خاصة، لأن الموضوع مش فقط سوائل، هو كمان بعض البروتينات اللي هي بتجي من الطعام. هذا بيؤدي إلى جفاف دمعة العين، ومنلاحظ كثير خلال فترة رمضان أنه الناس بيزورونا بالعيادات بسبب احمرار العين، تعب العين، وهو فعلا ما أنه تعب، هو فعلا أنه بيفكر الإنسان والله تعب آخر النهار وحمرت العين، إنما هو فعلا جفاف الدمعة، نسبة السوائل قليلة بالعين. وهذا الأمر بينتج عنه عوارض وتعب العيون اللي هي جفاف، احمرار، ضبابية بالرؤية لأنه دمعة العين غير مكتملة. من هون النصائح أنه خلال فترة رمضان أنه نأخذ قطرات دمعة العين، هذا بيساعد على أنه هذه السوائل غير موجودة بالعين، نحن منكون أعطينا دمعة على العين. طب دكتور، يعني في هذه الحالات حتى يتجنب المريض جفاف العين والتهابات بالتالي بعد هذا الجفاف تحدث في العين، كيف يمكن التصرف خلال ساعات الصوم؟ هل من تعويض لهذا الجفاف؟ هل من أشياء يمكن أن يقوم بها حتى خلال بعد الإفطار؟ صحيح، اللي ممكن يكون فيه المريض هو أهم شيء تخفيف استعمال الشاشات خلال النهار. هلا طبعا بعض من أعمالنا صارت هي استعمال الشاشات، صحيح. بس وعلى الأقل بالفترة اللي نحن ما منكون عم نشتغل فيها ما نكون قاعدين على الشاشة، الشاشة بتساهم أنه يصير في جفاف على العين. رقم اثنين، استعمال النظارات الشمسية بس نكون في الخارج، لأنه النظارات الشمسية بتحمي العين من الشمس وبتحمي العين من الهواء، ساعتها ممكن أنه نخفف من تبخر هيدي الدمعة على العين ومنساعد العين على تكون مرتاحة أكثر. ورقم ثلاثة واللي قلنا عنه، استعمال القطرات الترطيبية على العين، يعني هو ثلاث عوامل ممكن يساعدوا بشكل كبير على إراحة العين. دكتور خلني أسألك سؤال من شقين. اليوم هل هذه الأعراض أو الأمراض المؤقتة التي تصيب بالعين في شهر رمضان من الممكن أن تتطور؟ وإذا كان المصاب بها أيضا مريضا بالسكري كيف يتحول الأمر لديه؟ سؤال جيد عادل، مثل ما كنا قايلين أنه في المشكل الأول هو جفاف، المشكل الثاني هو السكري الشبكية العين. المشكلة أنه السكري خلال رمضان بيصير في صعوبة أكبر على السيطرة على المعدل تبعه، مرات بيرتفع مرات بينخفض، الانخفاض غير جيد، الارتفاع غير جيد، أنه الانخفاض بيخفف نسبة السكر داخل الشبكية بيصير في ضبابية على العين، الارتفاع بيسبب رشحان داخل الشبكية وكمان ضبابية على العين.
من هون أهمية متابعة السكر مرتين في النهار صباحا ومساء خلال رمضان، مراجعة طبيب السكري بحال ارتفاع شديد أو انخفاض شديد، بحال ضبابية على الرؤية لازم يعرف المريض أن هذا الأمر غير طبيعي، مراجعة طبيب العيون وطبيب السكري ليتأكدوا أنه تكون التراكمي أو فحص السكر هو فحص طبيعي، ومن هون ممكن نحن نعدل أدوية السكر خلال فترة رمضان للمحافظة على السكري ومحافظة على شبكية العين. طيب دكتور، يعني كمان من ضمن هذه الأمراض ذكرنا ضغط العين، كيف يمكن قياس ضغط العين يعني قراءة طبيعية ومتى يعد مرتفعا؟ صحيح، هذا ثالث مشكل ممكن الصيام يعرض المريض له. المشكل بالضغط العين، المريض ما بيحس هذا الأمر أبدا. ممكن يحس ببعض الأحيان إذا ارتفع بشكل فوق 30 أنه ممكن يحس بعض الضبابية بالرؤية. من هون الأشخاص اللي بيعرفوا نفسهم أنه عندهم ضغط، طبعا ما رح نأخذ كل الناس ونعملها فحوصات، الشخص اللي بيعرف نفسه عنده ضغط وسكر ومن قاله الجلوكوما أو المياه الأسود يراجع طبيبه قبل رمضان مرة وبنصف شهر رمضان مرة تانية، بس ليتأكد أنه ما يكون عندنا ارتفاع بضغط العين، وممكن يعدلوا الأدوية والقطرات اللي عم بيخدها. المشكلة بيجي من أنه العوارض قليلة في المياه الأسود، ما بيحس المريض، من هون ضرورة المتابعة مع طبيبه المختص. دكتور علي فضل الله اختصاصي طب العيون، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ولكن قبل ذلك أنا نسيت، لأنه صار لي فترة ماخذ إجازة أسبوع، فيبدو أن أسئلة المشاهدين قبل أن نشكرك، أعذرني. إذا كان الشخص يعاني دكتور من ضعف نظر على البعيد، فهل من الضروري استعمال النظارات، وهل بدونها يسبب ضعف أكثر على المدى البعيد؟ من المعتقدات الخاطئة اللي هي أنه أنا إذا ما لبس نظارة رح يزيد الدرجات، أبدا. في كثير ناس بيكون عندهم ربع نصف درجة بيروحوا عند فاحص بصريات وبدون يلبسوا نظارة، أبدا. الشخص اللي ما بيشوف بشكل جيد بيلبس نظارة بتساعده، هي مساعدة فقط، وهذا هو الهدف، المساعدة ومنع علاجية. طيب خلي أسألك دكتور، زين اللي يلبس نظارة بعد فترة خلاص تعود عليها ما راح يقدر يشوف من غيرها، هل أيضا هذا الأمر أنه ممكن يزيد يعني نسبة الدرجات عنده؟ اليوم كان 2 باكر يصير 2.5 اللي بتعود على حسب العمر، إذا شخص عمره فوق 21 سنة نسبة أنه يتغير النظر قليل، هذا ممكن يصير أكثر بالأشخاص اللي هن عمرهم 21 وأقل، أنه يتغير من 2.5 إلى 3. طيب استفسار آخر دكتور من المشاهدين، شنو الفرق ما بين الليزر والليزك وأي الأفضل؟ ما في أفضل، هو كل شخص له تقنية خاصة فيه. الليزر عند الأشخاص القرنية ضعيفة وفيها 3 أيام من الإزعاج بعد التصحيح، أما الليزك عند الأشخاص لقرنيتهم سميكة وما فيها أي إزعاج، ثاني يوم بيرد على شغله بشكل الطبيعي. طيب. أيضا سؤال آخر، ما أسباب الحول عند الأطفال يا دكتور؟ في سببين رئيسيين، الأول وجود درجات غير مصححة، من هون ضرورة استعمال نظارة طبعا، أو أنه بيكون عنده ضعف في عضلات العيون وهذا ممكن تصحيحه من خلال عملية بسيطة. دكتور عندي كيس شحمي على بؤبؤ العين وفي بعض الأوقات العين تصبح حمراء، هل يجب إزالته ولا الأمر طبيعي؟ في نوعين، في الكيس اللي ممكن يجي على بؤبؤ العين، إذا كان شكله كبير ممكن إزالته، هذا بهدف الشكل، ومرات إذا كان النظر ضعيف بنشيله كمان لنساعد على تحسين في النظر، أما إذا كان على جفن ممكن معالجته من خلال بعض المراهم على العين. طيب دكتور، يعني أيضا الاحمرار العين قد يأتي حتى في شهر رمضان، في ناس فيهم قبل الفطور، في ناس حتى عقب الفطور، يمكن لما يكثر أكل أو شيء، هل هو ارتفاع السكر ويأثر حتى الغير مصاب بالسكر؟ عادل، لا، السكر قليل جدا ما يأثر على سطح العين اللي هي الشرايين. إذا شو اللي قاعد يصير ما بعد الفطور دكتور؟ اللي يصير هو رجعنا على كمية السوائل اللي بندخلها بشكل كتير كبير على العين، وهون الأعوية الدموية بتتمدد. بما أنه الأعوية الدموية فيها أعوية طوعا وفيها سوائل وفيها كريات حمر اللي هي كريات الدم تعطي هذا الأحمرار على العين. طيب وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور علي فضل الله اختصاصي طب العيون، كنت معنا من دبي، يعطيك ألف عافية. دكتور علي يقول لكم لا تكثرون تشريب على الفطور حتى تكونوا بانتظام خفص.
يرتبط فصل الصيف بالعديد من الفواكه التي تبدأ بالنضوج مع نهاية شهر مارس، وخصوصا البطيخ، فاكهة الصيف الشهيرة التي احتفل المزارعون الفلسطينيون ببدء موسمها مع أول قطفة للمحصول. ولزراعة هذه الفاكهة بعض الأسرار التي تؤثر على مذاقها وحجمها، تشاهدونها في هذا التقرير، نتابع. بحضور رسمي وشعبي في هذه المزرعة على حدود نهر الأردن في منطقة الأغوار، قطف وزير الزراعة الفلسطيني والوفد المرافق له أول ثمرة من ثمار البطيخ، معلنا انطلاق الموسم. بطيخة حمراء اللون عسلية المذاق، ثمار شهية زرعها إبراهيم عاصي واعتنى بها مع أولاده طيلة الشهور الماضية، وهي من فصيلة أجنبية كما يبدو من اسمها. هذا البطيخ اسمه تروبي، نزرع تروبي وبنزرع سيدلس وبنزرع أرمس، عدة نوعيات يعني أكثر من نوعية. بس شكله معناه من اسمه مبين أجنبي. لا مش شرط. ممكن روسي. هاي الأرض المالحة الصحراوية هي اللي بتنتج البطيخ اللي هو عسلي، سبحان الله. المي مالحة والأرض مالحة، بس البطيخ بطلع مميز إنه طعمه عسل. إذن فملوحة التربة والمياه هي سر مذاق البطيخ الحلو، لكن السر الأكبر هو ما كشفه لنا صقر ابن إبراهيم. فما نشاهده فوق الأرض هو بطيخ، ولكن ما تحت الأرض فهو نبتة القرع. زي هاي شتلة مثل تقول قرع، بقصوها مثلا من هان بحطوا عليها شتلة بطيخ، بس لما بحطوها بشتلة البطيخ مثلا زي هيك، هاي بحطوها بحطوا الملقط عليها مثلا زي هيك، بتصير أقوى الشتلة. هسه في فرق بين البطيخ العادي وبين البطيخ المركب. استعان المزارعون بجذور نبتة القرع القوية وركبوا عليها أغصان نبتة البطيخ، وهكذا تضاعف حجم الثمر وزاد الإنتاج. ومع وجود التربة الصحراوية والمياه المالحة صارت هناك ثمار لا يعرف طعمها إلا من جربها مثلي. عبد الحفيظ جوان، العربية، من منطقة الأغوار الأراضي الفلسطينية. ما هي بالنسبة لك أكثر الحلويات في رمضان؟ القطايف القيمات. لا بجد، ما اللي عندك أكثر شيء؟ ممكن الكنافة. كنافة، وبحب كنافة أهل الشام عشان ما يزعلوش مني المصريين، بس بحسها ألذ. حلاوة الجبن كمان حلو، يعني راحة شوية. ما هذه الحلويات الشامية المصرية أو اللبنانية؟ المصرية. احنا راح نرجع نتكلم عن هذا الموضوع، لاني بقول لك انا علاقتي مع البسبوسه المصريه شلون صارت. اكيد اكلت طيب منها. لكن خلنا نروح الى الدراما. في تابعتي مسلسلات؟ اكيد. كم مسلسل تابعتي؟ كثير والله، عدد وراي كثير. طيب. عبد الله السدحان يقدم هو ويعقوب عبد الله كوميديا من رحم المعاناه، ليؤكد أن الموهبة الحقيقية هي التي ترسم البسمة دون تكلف وتجريح، من خلال مسلسل شليوي ناشي. الزميل سعود الخلف عند المزيد والمزيد والمزيد. يا سعود، مو من عوايدك صح؟ اي والله. ادخل. يستمر الحب في ملاحقة القلوب من زمن عبلة وعنتر بن شداد إلى زمن المعلمة عبلة وحارس مدرستها شليويح، بينما حصة ليس لها ذات الحظ من الحب مع ابن عمها ناشي سائق الشاحنة. شليوي ناش يتكلم العمل عن اللي هو فقر الأخلاق، فقر يعني الطيبة، يعني مو فقر الفلوس، يعني فقر الفلوس ما 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 يعيب الإنسان. ثلاثة خطوط درامية متوازية يطوعها فريق العمل لتصبح مثلثا خطيرا يشبه مثلث برمودا، في مغامرة تحمل الكثير من الثقة، كوميديا تراجيديا ورومانسيا. العلاقات الإنسانية والصداقة والأخوة والكفاح والتضحية، أشياء كثيرة يعني كانت مفقودة في عصرنا الحالي، مو مفقودة يعني عند البعض حقيقة. لا إضحاك بالإكراه في شليوي ناش الذي يقدم كوميديا في غاية الصعوبة، لاعتمادها على مواقف تراجيدية كلها ألم لا يتقنها إلا ممثلون موهوبون بالفطرة، قادرون على زرع البسمة وإسقاط الدمعة في لحظة واحدة.
دوري صديق أحد الأبطال اللي بالمسلسل، الصديق الصدوق صاحب النكتة والضحكة والوناسة والفرفشة وذي. يندم على اللي سواه بعد ما يخسر زوجته، لكن يحاول يرجعها بأبشع صورة. الزوج الوضيع سيعض أصابع الندم، والصداقة الحقيقية لا تتأثر بالظروف، ومن تربى على القيم سيهزم الثقافات الدخيلة. رسائل مبطنة يبعثها فريق العمل لكل الأجيال. من الكويت، سعود الخلف، العربية. بعد الإغلاقات المتعددة وإجراءات كورونا، برزت تغريدة للخطوط السعودية على تويتر يسأل فيها: جهزت الشنط. التغريدة انتشرت بشكل واسع ولاقت تفاعلا كبيرا ووصلت للترند هناك، وقد عبر الكثيرون عن فرحتهم معتبرين أن التغريدة تمهيد لقرب عودة الرحلات الجوية. طيب نرجع إلى موضوع القيمات والقطايف، وإن شاء الله أهل السعوديون يحلون عندنا إن شاء الله بعد، أعتقد بعد العيد، يعني هذا المتوقع أن تبدأ إجراءات السفر إن شاء الله. طيب، على خير. أكثر ما يشد الناس على المائدة الرمضانية هي الحلوى باختلاف أنواعها. صائم يرغب في تناول الحلويات بعد الإفطار من الحلوى المعروفة، القيمات، الكنافة أو اللقيمات والقطايف، ومع مرور الوقت دخلت على هذه الحلويات إضافات متنوعة جعلتها أعلى بالسعرات الحرارية. للحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا من جد اختصاصية التغذية نسرين زكزوك. أهلا بك معنا في صباح العربية. ويعني تتعدد الحلوى الرمضانية من كنافة، قطايف، لقمة القاضي احنا بنسميها الجيمات، ولكن يعني اكيد هي عالية السعرات. قبل ان نتحدث عن السعرات لكل منها، خلينا نفهم هل من قيمة غذائية، هل من فائدة، ام كلها مضرة؟ السلام عليكم. عليكم طبعا اول شيء صباح الخير. بالنسبة للحلويات اللي ذكرتوها، طبعا هي غير انها غناها بالسعرات الحرارية، اذا بتتكلموا على قيمة غذائية فاحنا نعتبرها من الأطعمة الخاوية، يعني خاوية من قيمة غذائية، هي فقط بتعطي طاقة، سعرات حرارية عالية، تستلزم مجهود بدني يعني physical activity عشان تقدري تتخلصي من هذه السعرات اللي اكتسبتيها. لكن كقيمة غذائية مكتسبة يعني لا تذكر جنب السعرات الهائلة لأطعمة نقدر نقول إنها خاوية أو خالية من القيمة الغذائية. يعني دكتورة نسرين، أنا عندي مشكلة أنه يعني القيمات إذا جت صغيرة كذا ومقرمشة، وبالتالي لما الواحد يمد إيده على صحن أول مرة يأكل لوحدة ما يكتفي بالوحدة، فيدمج الثنتين مع بعض، فيشوف يعني الثالثة وياهم، فالإيد تشيل ثلاث حبات أو القيمات بإيد واحدة وياكلهم. هل السعرات الحرارية تختلف باختلاف الإضافات اللي عليها؟ لأنه هذه بالفعل مشكلة يعني بعد الفطور. والله أنا أحبهم، أحب للأسف هو أي إحنا، هي طبعاً القيمات يعني سيدة الحلويات في رمضان بالذات، لكن مع الأسف إحنا ما شاء الله صرنا نبتكر في طرق الإضافات وتقديم الحلويات المعتادة اللي نعرفها من زمان بإضافات مستحدثة، زي مثلاً صوصات زي البيستاشيو واللوتس والنوتيلا بالضبط، لإضافة سعرات زيادة هي يعني ما هي ناقصة أصلاً سعرات، فكمان بيضيفوا لها يعني يمكن الملعقة اللي بتضيفها دي من الصوص حوالي 90-100 سعرة حرارية. الثلاثة الحبات اللي قيمات بتتكلم على حوالي 210، وتضيف لها كمان 100 سعرة من الصوصات دي، انت كده بمنتهى البساطة اخذت 310 سعر حراري في ثلاثة حبات لقيمات. هذه اذا احنا والله بنقول لا بس انا بمشي بسوي رياضه، هذه يعني لو انت بتمشي ساعه يا دوبك نص ساعه حركت الثلاث الحبات اللي جايه. خليني يا غير عاد الماي وصاحبها ساعه ثلاث حبات بس والله يعني استاذ نسرين ما راح اتحسف انا، ولكن بس خليني اسالك، إن مثلا في الامارات
يضيفون عليها الدبس الأسمر أو الأسود، في بعض الدول الشيرة أو القطر، الآخر يضع عليها العسل. اليوم البنات الصغار قاموا يحطون عليها الشوكولات وغيره، لكن هل أيضا السعرات صحيح. احنا قاعد نحسب 100 سعرة حرارية بزيادة التفاصيل هذه ولا لا بعيد عنها؟ أيوة تقريبا الملعقة من ملعقة طعام من أحد الصوصات هذه تعادل حوالي من 90 ل 100 سعرة حرارية، فأنت لو أضفتها أكيد بتضيف سعرات حرارية. سبق أنك أنت ذكرت أو سألت عن القيمة الغذائية، طبعا لما بتحط عسل أو دبس مثلا تمر أكيد يحتوي على قيمة غذائية أفضل من أنا أحط شيرة، لكن هذا ما يمنع أنه في الأخير كل هذه عبارة عن سعرات حرارية وسكريات في الأخير بتتحول. يعني كلها بتضيف لزيادة مستمرة. أيوة أنا خلاص راح أوصل أهل أنه يسوون كل الطرق تؤدي لروما. أي أنا راح أوصل أهل يسوونها بالعجين أو الطحين الأسمر. خفف شوي. خليها ترد عليك. ما غيرت شيء. ما غيرت شيء. أبد ما يفيد. هو نفس السعرات. أبداً أبداً، اللهم إنك أنت أضفت شوية ألياف تخلي امتصاص السكر أبطأ شوية في الجسم، حتى لو حطينا سكر دايت الستيفيا أو غيره من الأنواع من السكر نقلل شوية. طبعاً أكيد هذه حتقلل كثير من السعرات لو استخدمتي المحليات الصناعية. طب حلو، هو في حال دكتور ما تقفلهاش مغلية. بما أنه إحنا في شهر رمضان ودايماً في حلويات على السفرة، طب لو تحدثنا عن الكميات المناسبة اللي ممكن أكلها خلال الأسبوع مثلاً، أقدر أخذ كم حبة أو كم قطعة من القطايف ما يكونش في حرمان تام؟ يعني ما يكون في حرمان تام، بس ما تكون أصناف متكررة بشكل يومي على السفرة، وبعدين نجي آخر الشهر ويقول ليش وزني زاد مع أني أنا ما أكلت غير كنت أخذ بس 3 حبات لقيمات أو بس 5 حبات من بلح الشام اللي الصغيرة هذه اللي قد عقلة الإصبع. برضو 5 حبات حوالي 300 سعرة حرارية. نفس الشيء ممكن قطعة كنافة تفرق إذا جبنة أو قشطة، نقدر نقول 120 تفرق طبعا. يعني مثلا كنافة بالجبنة قطعة نقدر نقول حجمها 120 جرام في حوالي 480 سعر حراري، هذه يعني تحتاج ساعة و12 دقيقة عشان تحرق ال 480 سعرة حرارية. هذا بنتكلم على متوسط. أوكي لو قطايف مثلا بالقشطة برضو ممكن تديه حوالي من 300 ل 320 سعرة حرارية، تستلزم حوالي ممكن 45 دقيقة مشي عشان أتخلص من حبة قطايف. فأنت لو قلتي بس هأخذ حبة لقيمات وحبة بلح الشام ونص قطعة مثلا كنافة نمشي بالإنصاص، يعني خلاص أنت أخذت أي ولا كثير مرة كثير. يعني هلأ أخذها أوكي في أول أسبوع من رمضان، ولو أنه هذه الحلويات صارت متوفرة طول السنة، يعني ما صارت مرتبطة برمضان صراحة. ترى أخف من الكنافة اللي بالجبنة، الكنافة اللي بالمانجا باي ذا واي، بس للأسف بيحطوا معاها قشطة فيعني رفعوا برضو السعرات. إيه بس عشان تفهميني يعني أستاذة نسرين، أنا ترى هاي الـ3 حبات اللي قاعد أقول لك هذه افتتاحية بالجيمات، أنا عاملها معاملة البوب كورن. أي هذه تذوق طعم الجيمات. إيه والله لا عامل أيوة. أي زي الفشار يعني. شكرا جزيلا للاختصاصي. تفضلي. العفو. شكرا جدا. لا انا بقول لك انت تخيل انك انت الـ3 هذه بس اللي بتاكلها تستلزم 45 دقيقة مشي. ولو حبيت بس تقلل منها تشيل من ملعقة بس كويس. انا اتوقع بعد التحلية اللي انا اتحلاها كل يوم لازم اروح الديرة مشي. طيب اختصاصية التغذية نسرين زغزوغ، كل عام وانت بخير. جزيلا لك. الله يسلمك. رفع السكر، قلقت على نفسي. لا من يعني شكلنا من دبي للكويت ماشي رائع. طيب ننتقل إلى موضوعنا التالي في حلقة اليوم، القلوب الحمراء الصغيرة على إنستغرام. رغم هدفها لنقل رسالة الإعجاب للمستخدمين من قبل المتابعين، إلا أنها مصدر قلق ووسيلة غير مباشرة لقياس قيمتهم وشعبيتهم. التطبيق أعلن عن تجربة جديدة تتيح للمستخدمين أن يجعلوا رؤية هذه القلوب محصورة
بهم دون متابعيهم، وكان إنستغرام حجب اللايكات لمجموعة صغيرة من الأشخاص في عام 2019، والنتائج كانت متفاوتة. للمزيد ينضم إلينا من الرياض فيصل السيف المختص في أخبار التقنية. صبحك الله بالخير، مبارك عليك الشهر. يسعد صباحك فيصل. أنا ماشي. صبحكم الله بالنور، وبارك علينا وعليكم الشهر يا رب العالمين. جايبيني نتكلم عن لايكات بعد ما تكلمنا عن السعرات، أو تكلمت عن السعرات تحسسوني بالذنب. شلونك ويا الجيمات؟ لا أموري الحمد لله متزنة، في تفاهم ما بيني وبينهم بمسألة الحدود إن شاء الله. عسى الله يحفظك يا فيصل. فيصل خلني أسأل، بأنه اليوم كانوا قاعد يتكلمون حتى قبل فترة عقب ما خلوا على عدد محدود الإعجاب وكذا في انستغرام تحديدا الفيو، الناس قاعدة تقيس عدد المتابعين بعدد الفيوش، كثر عليه تفاعل هذا البوست، هذا المؤثر أو المشهور على السوشيال ميديا عنده 100,000، التفاعل عنده قليل، إذا معناته مشتريهم. هذه صارت الحسبة اليوم، هذه الخطوة بإنستغرام ماذا تفسر؟ الخطوة هذه في إنستغرام اليوم تفسر في خوارزميات أيضا مبنية حسب مدة تواجد صانع المحتوى، بالإضافة إلى تفاعله مع الجمهور ووتيرة وضع المنشورات على تويتر، فهي صارت حسبة كاملة من الخوارزميات. واللي أنت ذكرته صحيح، معدل التفاعل جدا مهم، ولكن لا ينقص معدل الانتشار عن معدل التفاعل إذا كان الشخص بالفعل واقعيا عنده هذول العدد الكبير من المتابعين. ففيها زي ما تقول جانبين، فنعم الديريكات يمكن ما تجي بشكل جدا كبير زي المعتاد مع بعض المؤثرين إذا كانوا مؤثرين يملكوا هذول المتابعين بشكل حقيقي، ولكن التأثير والوصول اللي هو الإمبريشن الانطباعات، هنا حنلاقيها دائما تجيب الرقم الحقيقي مهما كان مسألة التفاعل ما بين نفس المؤثر وصناع المحتوى أو الجمهور. يعني زر الإعجاب يعني بنشوفه لايكس على كل منصات التواصل، ما الفائدة منه؟ يعني هل فقط ليميز المحتوى أم هناك أهداف أخرى مبطنة؟ جميل جدا. بالبداية كان لي هدف أساسي اللي هو إظهار مدى إعجاب الناس في المحتوى، ولكن مع الوقت صار في شيء اسمه gamification، جعل اللعبة خلال المنصة على صناع المحتوى، بحيث أنهم يبغوا أثر المنشور يشوفوه بعيونهم مع عدد اللايكات. هذا الأثر خلى كثير من صناع المحتوى دائما يرجعوا بالوتيرة وأيضا يدمنوا هذه المنصات. فالgamification ومنظور إعطاء مكافأة لصانع المحتوى بعدد اللايكات صار إدمان كبير، وأيضا صار من وراء مغازي ومعاني كثيرة، وهذه أحد الأشياء اللي كانت مخفية وراء الهدف من الإعجاب. هو مو فقط إظهار عدد تفاعل الجمهور مع المنشور، هو أيضا لجعل نفس صانع المحتوى يركض ويلهث وراء هذه اللايكات ويعطي المنصة من وقته وجهده وعمله بشكل كبير، وبالتالي المنصة استمرت في الاستحواذ على صناع المحتوى، وبالتالي تقدر تعيش، لأنه بدون محتوى ما تقدر تعيش أي منصة. طيب اليوم في ميزان الربح والخسارة إنستغرام إذا أقدمت على هذه الخطوة، وين راح نحطها، في أي كفة؟ جميل. يوم شالوها إنستغرام شالوها بعد ما لقوا أنه آخر 3 سنوات تغيرت وتيرة الإعجاب على المنشورات، بحيث أنه انتقلت من إعجاب حقيقي يسووه نفس المتابعين على المنشورات إلى إعجاب يتبعوا فيه الناس وش أعجبت. فأنت تلاقي يوم تقلب في نفس الإنستغرام أحيانا يوم تلاقي في لايكات كثير على أحد المنشورات الجديدة، أنت كمان بتحط لايك عليه، ولكن لما تلاقي أن المنشور ما جاب إلا عدد جدا بسيط فيك كبير من الفرص بأنه ما حتعطيها لايك. هنا هذا الوضع والمشكلة اللي استحدثت آخر كم سنة، فلقوا أنه الناس نفس أصحاب المنصة إنستغرام لقوا أنه الناس اللي قاعدين يستخدموا المنصة ما عادوا أعجبوا بالمحتوى المتعوب عليه، وصاروا فقط يتبعوا في نسبة كبيرة وش الشيء اللي الناس أصلا تعجب فيه. فهذا الوضع يبغوا يوقفوه. وش اللي بيصير إذا صانع المحتوى راح عنه العبء من أنه يسعى وراء هذه اللايكات؟ يمكن يكون في أثر إيجابي أكثر في أنه يبدع بالمحتوى، يرجع زي أول بداياته على المنصة، أنه يبدع بالمحتوى ويحاول يقدم شيء مختلف، بالذات أنه تشابه المنصات الحين
خلى المنافسة جدا جدا صعبة ما بين هذه المنصات، وبالتالي صناع المحتوى ضاع. طيب متى سيطبق هذا القرار أو هذا الاختيار، وهل سيكون إجباري أم اختيار؟ يعني ممكن نفعل مثلا إحنا نظهر المعجبين أو عدد اللايكات، أو ستكون عامة للجميع؟ ممتاز. التجارب الحالية الحين ثلاثة. أول التجارب بأنه بعض المستخدمين ما عاد لقوا عندهم زر الإعجاب في نفس المنشورات، المنشورات اللي هم يحطوها. عذراً خلنا نتكلم على صناع المحتوى، ما صار يظهر للناس عدد المعجبين أو أنه عدد الإعجاب، وبالتالي إذا أعجبوا بشيء فقط صانع المحتوى اللي شاف. السيناريو الثاني اللي حالياً أيضاً يطبق بأنه بعض المستخدمين صار عندهم إمكانية تفعيل أنهم يشوفوا الإعجاب و إغلاق أنهم يشوفوا الإعجاب. والسيناريو الثالث اللي حالياً أيضاً قاعد يطبق بأنه يصير enforcement، يصير إجبار لمجموعة من المستخدمين بأنهم يختاروا ما بين كذا أو كذا ويستمروا عليها. القرار الأساسي اللي بتطلع فيه إنستغرام المفروض أنه في شهر 8، هذا القرار يمكن يجيب معه تعديل جميل على هالمنصة، وتتبع مجموعة من المنصات أوريدي فيسبوك على نفس الخط على نفس إنستغرام بأنهم الإعجاب يمكن يشيلوا. فشهر 8 هو الأقرب للواقع من مبدأ تطبيق التطورات دائما كل سنة. شنو البديل عنا؟ مدى قياس التفاعل وين راح يكون بالنسبة لإنستغرام، أو كيف سيارة الناس التفاعل هذا؟ بسويها على طول هنا أمامك. يوم أفتح أي منشور هتلاقي أن صناع المحتوى على نفس المنشور عندهم حاجتين دائما تحت، اللايكات والإمبريشنز الانطباعات. أيوه. فعدد الانطباعات هنا تلاقي مثلا رغم أنه اللايكات 7000 الانطباعات وصلت خلال حوالي اليومين إلى 169,000. فهذه الداشبورد والمعلومات هذه صناع المحتوى حيستمروا يشوفوه بشكل جدا طبيعي. هذا الأمر هو اللي حيخلي صناع المحتوى وأعمالهم تستمر، ولكن نفس المتابعين لا، ما عليهم العبء، اللي يعجبهم بيسوي لايكات، ومتوقع حسب التجارب تزيد اللايكات كثير. والهدف ان هم بيحبوا يظهروا هذا الموضوع عشان يجذبوا يعني شركات الإعلانات والتسويق عشان يشتغلوا أكثر. فكده في نوع من أنواع الضرر ليهم. طيب. في اللي هنا الامبريشنز يصير التواصل الرسمي مع الشركات زي باقي المنصات، زي على فكره سناب شات ما يبان اللايكات، فدائما الشركات تطلب مننا ارقام سناب شات واحنا نعطيهم اياها، وبالتالي يصير البزنس. طيب. انا شفت الارقام عندك هذا اولا، ثانيا الكفر والكروت اللي فيه اذا ما تبيهم لك حاجه فيهم ولا لا؟ عيوني انت عمرك تسلم لي يا فيصل. فيصل السيف مختص في اخبار التقنيه، شكرا جزيلا لك، الله يسعد قلبك دائما يا اخوي. كفر مالها حلو، كيف حبيت اشتري لك واحد. مصممة تنتج اكسسوارات مستخدمة تقنية ضغط الأزهار بألوان وأشكال مختلفة، كيف ذلك نتابع. الخبر الأول من المملكة المتحدة، اللحظة التي ترقبها الملايين، أول لقاء علني بين الأميرين ويليام وهاري في مراسم دفن جدهما الأمير فيليب. الأميران شهدا بعد انتهاء المراسم سويا إلى جانب كاترين دوكة كامبريدج، ويتبادلان الكلمات مع رئيس ساقفة كانتربري، ثم سارا سويا في طريق المغادرة. رغم التحديات التي يواجهها الباريسيون في ظل الإغلاق الثالث الذي فرضه كورونا، إلا أن البعض خرجوا للحصول على بعض الهواء النقي على نهر السين. وقالت وزارة الداخلية إنه بموجب الإغلاق الثالث
يمكن للناس مغادرة منازلهم بقدر ما يريدون في حدود 30 كيلومترا. وتعمل الحكومة الفرنسية على إعادة فتح بعض الأماكن الثقافية والترفيهية تدريجيا اعتبارا من منتصف مايو. توقفت الحياة في العاصمة الهندية نيودلهي بعد أن فرضت الحكومة حظر التجول، وتواجه البلاد موجة جديدة من الإصابات، وقد تجاوز إجمالي عدد الحالات 14 مليون حالة، وباتت الهند اليوم تسجل أعداد إصابات يومية تتجاوز بثلاثة أضعاف تلك المعلنة في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً في العالم. قامت صاحبة أطول شعر في العالم الهندية نيلالا باتيل بقص بعد مرور 12 عاماً على إطالته، وتمتلك باتيل البليغ من العمر 18 عاماً الرقم القياسي لأطول شعر سجل في جينيس منذ العام 2018، بعدما وصل طول الشعر لديها إلى حوالي 1.82 سنتيمتراً. نعيما مبروك الأصل. تم العثور على أسد بحر على طريق في كندا بعيدا عن المحيط في منطقة نائية في كولومبيا البريطانية. وبحسب السلطات في هيئة الأسماك والمحيطات الكندية، فإن الأسد قد أضاع الطريق الذي كان يسلكه. نتابع الصور. عالم الحيوانات في لقطة رائعة، بدأ شمبانزي يدعى ويليام بالقفز والتصفيق فرحا بعودة الزوار إلى حديقة حيوان في بريطانيا عندما أعيد فتح هذه الحديقة بعد الإغلاق. ويشتهر ويليام الشمبانزي البالغ من العمر 38 عاما بتقليد الوجوه المضحكة عندما يتجمع الزوار وسيرهم بالقرب منه. ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية. لأن العزومات تكثر في رمضان وإن كانت أقل هذا العام، فأنت إما أن تكونين مدعوة على الإفطار وإما تقومين بدعوة الأقارب أو الأصدقاء، وفي الحالتين يجب عليك معرفة قواعد وإتيكيت عزومات سفرة رمضان لتكوني ضيفة خفيفة أو مضيفة ذات ذوق. فما هي أهم قواعد إتيكيت عزومات سفرة رمضان لتجنب المواقف المحرجة؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو المصممة وخبيرة الاتيكيت ليال الرموز. أهلا بك. صباح الخير. صباح الخير. شكرا لاستضافتي ورمضان كريم. بتمنى شهر رمضان مبارك للجميع. اليوم رح نحكي شوي عن بالضبط اليوم، يعني دائما يمكن العزومات في شهر رمضان لها طابع آخر، أنه من الناس جاية إما على الفطور أو عندنا مثلا بالخليج اللي هي الغبقة ما قبل السحور. مظبوط. فبالتالي كيف يمكن استقبال هذا الضيف اليوم وماذا نضع على المائدة؟ هلا أول شيء هو من الأهم والأساس إنه نحن نعرف نحطهم نصفهم بطريقة صحيحة، وطبعا نعطي جمال وأناقة للطاولة لتبين أكثر أنيقة. هلا من أول شيء من الأساس إنه يكون موجود، نعرف كيف نحطهم ونصفهم بطريقة صحيحة. منبلش بأول شغلة ممكن نشتغل عليها هو الشرشف. الشرشف لازم يكون فاتح لأنه بيعطي أناقة. منرجع مننتقل للأندر بليتس يلي هن لازم يكونوا على حرف
الطاولة دايما، والصحون طبعا من الكبير للصغير، وصحن الشوربة أكيد لأنه دايما نحن بنقدم شوربة على سفرة رمضان. أما الأساس كمان يكون عندنا موجود بريق المي دايما على الطاولة. هل حطيت أنت ببريق؟ بريق. ليش؟ بريق المي ومزينين يعطي إيحاء رمضاني. لا لازم من أساس التبس على الطاولة الرمضانية يكون موجود بريق المي. وطبعا هون رح أحكي شوي عن كيف بيصير صفهم للشوك والملائع والسكاكين. سكين دايما عميلة اليمين، يمكن في ناس كتير ما بتعرف، ما بتعرف أبدا، مزبوط. سكين عميلة اليمين. طبعا الميلة الحادة بدها تكون على ميلة الصحن. أما الملعقة بتكون حد السكين. ميلة اليسار دايما الشوك. من الأعلى عنا الشوكة والملعقة لازم يكونوا بالأعلى للحلو. أوكي. والأساس كمان أنه الكباية المي تكون أقرب كباية على على ميلة اليمين على إيد الشخص. وطبعا في عنا كباية العصير، وفينا نحط كباية أو كبايتين. الكباية الأخيرة يلي بتكون موجودة هون تستعمل لما نقدم الحلو. أوكي. طيب خليني أسألك عن تدرج الصحون، يعني يمكن لازم تكون الألوان متناسقة مع بعضها. طبعا. اختيار الحجم الأكبر في الحجم الأصغر، كيف يتم طبعا. ترتيب هذا الموضوع؟ يعني لما أروح أشتري، لما أجهز السفرة. أوكي. نحن أول شيء مفروض يكون عندك صحن للطبق الرئيسي يلي هو بيكون أكبر هو أسفل الأسفل طبعا أسفل، بيجي فوقه الصحن الأصغر يلي هو للسلطة أو الأبيتايزرز. وآخر شيء منحط الشوربة طبعا. طيب. وكل ما يكونوا الأطباق أكتر كل ما منحط صحون أكتر. حلو. اختيار الألوان، ماذا عن اختيار الألوان؟ يعني أنا أول ما دخلت عليك حسيت إن أنا يعني في دفء في السفرة، في حاجة بتجذبني ليها، والألوان يمكن يعني أنا حسيتها خريفية أكثر. هذا يعني سبب إن هي خريفية ولا هذه الألوان هي الدارجة في الوقت؟ هي الألوان مين اللي هي الدارجة هلأ عم نشتغل عليها وعم جرب نفوتها بكل الطاولات إن كان رمضان أو غير رمضان. أي تاني ممكن أعتمد غير الألوان اللي فينا نستعمل؟ شايفينها أي لون ممكن نستعمل، بس أهم شيء التناسق بالألوان وتكون رايقة. رايقة لنقدر نفوت إذا حابين بالأطباق لأنه بينزلوا الأكل على الطاولة بتعطي لون، بقى مشان هيك ما فينا نكتر ألوان، لازم تكون ترابية رايقة متناسقة. ليش ما استخدمتي ليال يعني بعض الأزهار أو الشيء الطبيعي؟ أنا قاعد أشوف كله مجفف. ليه؟ مزبوط، لأنه كنت مثل ما قلت أنه هلأ كتير درج الأوراق الجافة. يعني جربت أشتغل عليها وعم بمشي عم بتماشى كيف درج عم بشتغل. حتى فوتت شوية ألوان، إذا بتلاحظ كمان في الدرايد الليمون كمان عم بستخدمها لا تتناسق كلها مع بعض. يعني هذه كديكوريشن موجودة بالأعلى على الطاولة. هلأ حطيت كذا كذا ديزاين، ممكن طبعا كمان ما ذكرنا أنه التمر كتير أساسي وضعه على الطاولة. حطيته بطريقة مختلفة. شو؟ التمر. التمر خليني. نعم. هذه يعني بطريقة مختلفة داخلة تمر. أوكي. مزبوط. عملتها بطريقة مختلفة، حطيت لها اكسسوار ريليتد لرمضان. كمان إذا بتلاحظوا الفوانيس، أنا حبيت الفوانيس، يمكن فيها لمسة جمالية مختلفة وغير اللي إحنا بنشوفها في الأسواق، يعني بيكون بأشكال مختلفة بس مزبوط. هي جذابة أكثر، يعني تعتمد على النحاس أكثر. النحاس الأرابيسك ستايل لحتى بيعطي أكثر تراديشنال، كل شيء معتق وبيلبق مع الأزهار اللي عم بستعمله والأوراق الجافة اللي عم بستعملها. أما بالصحون هون كمان إذا بتلاحظي عملت كذا فكرة، حطينا هنا توميتو هون الليمون ولا برتقال ليمون مجفف كمان بيعطي لون للطاولة وبيعطيها حياة وحركة. وعندي كم نسميه برتقال صح ولا ما لا تسليني مش عارف هغش بعدين. طيب وكمان هنا الهلال، كمان الهلال بيرمز لرمضان، بيرمز لرمضان. وعندنا كمان الشوكلت. كمان هذا الشوكلت ايضا، هذا الشوكلت انا والله استغربت منه، هذا الشوكلت انا حسبته صابونه ولا شيء. لا الشوكلت كمان. طيب
طيب اللي شوكليت قطعة شوكليت موجودة هذه بغير طبق التحلية، فيها تكون بغير طبق، فينا نعملها لنعملها أكتر رمضانية، نحط حدا حبة شوكليت كمان مكتوب عليها رمضان كريم. فينا نحط، فينا نعمل كمان نرجع ننسق، في عنا واير هون كمان هلال، ممكن نحطه حد الفواكه والشوكليت الهارد. طب الأندر بليتس ممكن أعتمد على إيه غيرهم؟ أندر بليتس فينا نستعمل بليس مات او خيش او اندر بليتس، بيكون نحاس ريليت نفس الشيء مثل الفانوس، بيكون معتق كمان نقدر ننسق بيتناسقوا الالوان قد ما فينا. لازم نشتغل على تناسق الالوان لانه هي ضروريه واساسيه، لانه اذا بتلاحظي في كتير اكسسوارز وايتم ودقيقين وافكار كرمال، كل ما زادوا الافكار والديزاين كل ما لمسه جميله لمسة جمالية. مع الشموع كمان. Exactly. الشموع بيعتو. طيب. شكرا جزيلا لك المصممة وخبيرة الاتيكيت ليالي رموز على وجودك معنا وكل عام. شكرا لكم. نهاركم سعيد. شكرا. طيب. وصلنا إلى ختام مواضيعنا اليوم لصباح العربية. نشوفكم باكر إن شاء الله على خير وفطور شهي. يومكم سعيد. إلى اللقاء. سحور أشهى. بدون القيمات وقطائف. القيمات وقطائف. القيمات. الكريم. تبدأ غلط. القيمات.